أعزائي وأحبابي، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، صلي وسلم على رسول الله خير ودين ونقف للناس خطيبا وإماما يا شباب. النهاردة إن شاء الله أخذنا السيرويد والبارا سيرويد بلال، ماشي؟ مش خدناهم اليوم؟ النهاردة ولا إمتى؟ عشان أنا ناسي. الصبح ده كان زي إمبارح زي أمس، ماشي؟ وخدنا في السيرويد قلنا إيه الاستراكشر حاجة السيرويد يا موسى؟ فولكيولار، الله ينور عليك. وايه تاني؟ وانتر فولكيولار استراكشر، ماشي. وقلنا يا منير الفولكيولار استراكشر عباره عن ايه؟ ايوه فولكيولار استراكشر افتكر اي شيء. بص يا شباب، انا ناس جالي سؤال في الاكزام فولكيولار استراكشر اوف ثايرويد جلاند، السولوجيكال فيتشر اوف ثايرويد جلاند، تمام؟ اكتب له كده فولكيولار استراكشر وانتر فولكيولار استراكشر. فولكيولار استراكشر راوندد دور اوفل، كلمه فولكيولار معناها ايه؟ يعني كوره او شبه دائريه، تمام؟ هنقول لك عليها دي فولكيولار استراكشر، دي راوندد او اوفل ان شيب، يبقى اول شيء قلنا ها ايه تاني؟ اللايننج اكسيليوم حاجتها، اللايننج اكسيليوم حاجه الفولكيولار استراكشر. قعدنا من فين ساعة الصبح؟ ايوه هتيجي ايه؟ ايوه ايوه ايه بسيلي فيها ابسيليوم، ايه هو الابسيليوم؟ سمل سن هو، ايوه. طب قول اي شيء فن، وانت اي حاجه تخطر في الذكر، اي شيء في دماغك الحين يعني. اي شيء مش فاكر يا صور الكلام ده، مش فاكر ولا اي حاجه خالص. ده جواد العالي بيقول لك يا عاجل انا بيك مشمون ومش عارف الهوا صاير وطاير باين ومش عارف ايه، مره وكلنا حفظناها. ايه؟ قلنا في اللوكال استراكشر اللايننج بسيليا يا شباب حاجتها سيمبل كيوبيك ويد ايه بيسيليا، وايش تاني؟ سيل بيزمنت ميمبرين. ايه تاني مع الفوليكول سيمبل كيوبيكال ابسيليا؟ في خليه تانيه بنسميها ايه؟ بارا فوليكولار سيلز. شباب احنا قلنا في فوليكل، الفوليكل ده ليها لايننج من السيلز، تو تايبس من السيلز بتعمل لايننج، بتسوي لايننج للفوليكل. اول خليه اسمها سيمبل كيوبيكال ابسيليا، سيمبل كيوبيكال ابسيليا، ودول 98% صحيح؟ شلنا عليهم ايه 98%، ودي لها ايبيكال مايكروفيلاي، ماشي؟ وفيها سنترال راوند انت نيوكلس، تمام؟ والخليه دي بيزوفيلك ولا اسيدوفيلك؟ بيزوفيلك. يبقى فيها ايه؟ يبقى فيها رف انتوبلازم كريتيكولم، ازود عليهم ميتوكوندريا، ازود عليهم جولجي ايه؟ اباريتس، تمام؟ ازود عليهم ايه؟ لايسوزوم، خلاص؟ دي سيمبل كيوبيكال ابسيليوم، ماسكه مع الخليه اللي بجوارها بشيء بنسميه ايه؟ تايت جنكشن. تايت ايه؟ تايت جنكشن، ماشي؟ طيب الخليه الثانيه احنا قلنا دول 98%، الخليه الثانيه اللي هي تابع الفوليكولار ابسيليوم برضو بس بنسبه اقل بنسميها بارا فوليكولار سيل، او ليها اسم ثاني اسمه ايه؟ سي سيل، تمام؟ البارا فوليكولار سيل او سي سيل، تمام؟ دي كام بالمية؟ 2%. كبيرة ولا صغيرة؟ لارج سيل، تمام؟ طيب فيها ايه داخلها السيل اورجانيلز حقتها؟ رف اندوبلازم بارتيكولم، جولجي اباريتس، وميتوكوندريا، ولايزوزوم. طيب هي بيزوفيلك ولا اسيدوفيلك؟ بيزوفيلك ولا اسيدوفيلك؟ بيزوفيلك. خايفين تقولوا ليه بس؟ بيزوفيلك. نشرح من الاول، نقولهم من الاول تاني، نشرح على السبوره. ها اللي فيكم مش واضح، واضح يا منير ولا نشرحها من الاول؟ بالله في حد مش فاهم يا شباب؟ ها ايوه يا اخ نايف، ايه اللي مش فاهم؟ ايه ايوه عايز نشرح ايه كلها؟ ولا لا ما طيب
خليكم ركزوا معانا يا شباب كده، اعطيكم سمري عن ما حصل الصبح وفي الاعاده ايه افاده. بص يا احباب، دي ثايرويد جلاند ماشي، قلنا الثايرويد جلاند دي عباره عن ايه؟ تو لوبس ماشي يا شباب اخواني، الثايرويد جلاند تو لوبس ماشي، ما بينهم ايه؟ اسمص. الثايرويد جلاند متغطيه بتو كبسول، واحد حاجه التركيه، لان الثايرويد جلاند دي قدام ايه؟ تمام، قدام التركيه، يعني التركيه كده والثايرويد جلاند عليها من الناحيتين خلاص. فايه ليها بري تركيه الفاشيه، في فاشيه بتغطي التركيه، بتغطي التركيه كده، تيجي عند الاريا اللي فيها ايه الثايرويد جلاند، تروح ايه مسويه كفر للثايرويد جلاند، دي بنسميها بري تركيه الفاشيه، وده فوس كبسول ماشي يا اخوان. تحت كده في ايه؟ ترو كبسول، ترو كبسول اللي هو ايه بيغطي الايه الثايرويد نفسه ماشي. ترو كبسول ده عباره عن دنس كونكتيف تيشو ايه فايبرز، يروح ايه بعد ترابيكولا، الترابيكولا دي تقسم ان الثايرويد جلاند الى ايه؟ الى لوبس ماشي، الثايرويد جلاند متقسمه الى ايه؟ الى لوبس. طيب الفرشه دي احنا الكلام اللي احنا قلناه دوت بنسميه الاستروما. ايه هي الاستروما؟ ايه اللي هي الفرشه قبل ما انت تسكن في اي غرفه او شقه ايه جديده، بتسوي ايه؟ تفرش الارض وتجيب مكتب، تجيب طاولات وتجيب كراسي وتجيب سرير هتنام عليه، دي الاستروما. ايه الاستراكشرال اند فانكشنال يونت للثايرويد جلاند؟ دي احنا بنسميها ايه؟ ثايرويد فوليكل. يعني ايه؟ يعني داخل الثايرويد نفسها الاقي فيه ايه استراكشر ايه كده. الاستراكشر دي بسميها ثايرويد فوليكل. ماشي؟ دول ايه ثايرويد فوليكل. ماشي؟ تمام؟ اللي هم ايه structural and functional unit of thyroid بنسميها ايه؟ thyroid follicle. طيب thyroid follicle دي يا اخ نايف تعالى ايه نتكلم عليها. شكل دي ايه شكلها ايه؟ rounded ودي اوفل. يبقى الثايرويد فوليكل اول شيء يعني يجي لك سؤال في الاكزام تمام، وممكن يجي لك على فكره بس الواد ده بيصور مش ممكن قوي يعني نص نص ماشي. يجي لك سؤال في الاكزام هيستولوجيكال فيتشر اوف ثايرويد ايه جلاند، اقول له ده فيها ايه؟ لحد دلوقتي فيه ايه ثايرويد فوليكل، اكتب له كده ثايرويد فوليكل. ثايرويد فوليكل دي تحتها رقم ايه تمام؟ راوندن او ايه او اوفل صحيح الشيب ماشي. طيب الخط اللي انا رسمه احمر دوت ده ايه بسميه بيزمنت ميمبرين، وده كده سيل بيزمنت ميمبرين، يبقى فيها سيل بيزمنت ميمبرين ماشي. طيب داخل الثايرويد نفسها داخل الفوليكل دي في ايه؟ قال لك في تو تايبس من السيل، تايبس من السيل. في خليه دي هقول لك دي سمبل كيوبيكال ايبيثيليوم ماشي، معاها خليه ثانيه قال لك اه زائد ايه، في خليه ثانيه بنسميها بارا فيليكولار سيل ماشي تمام. طيب الوسط هنا في اليومن هنا قال لك هنا في ايه؟ كولويد ماشي كده يا نايف. تعالى ناخد كل واحده نتكلم عليها. انا قلت ثلاثه ستراكشر، سمبل كيوبيكال ايبسيليوم، بارا فيليكولار سيلز، والكولويد. هناخد السمبل كيوبيكال ايبسيليوم. الاله اللي يتابع معايا يا رب ما يتجوز. لا هو وش انت بتتجوز. دي سمبل كيوبيكال ايبسيليوم، سمبل لانها صف واحد. وكيوبيكال لان شكل الخليه كيوبيكال صحيح. طيب رسم عليها هنا ايه الايبكس حاجتها في مايكرو في اللاي، يبقى دي في مايكرو في اللاي ماشي الحال يا شباب. طيب هنا في ايه؟ قال لك دي سنترال راوند اند ايه نيوكلس خلاص. الخليه دي ماسكه مع الخليه اللي بجوارها بي تايت جانكشنز، يعني ايديهم في ايدين بعض ماسكين ايه كده مع بعض ماشي، يبقى ماسكه بالخليه اللي بجوارها ايه بي تايت جانكشن تمام كده. الخليه دي بيزوفيليك، دي بيزو
فلك، يعني فيها ايه؟ فيها رف اندوبلازميك ريتيكولو ماشي، وفيها جولجي تمام، وفيها لايسوزوم، وفيها ميتوكوندريا تمام كده ماشي. طيب انا كاتب الرف اندوبلازميك ريتيكولو المرسم هنا ليه؟ قال لك رسمه هنا لان تحتيه كده بيزمنت ميمبرين ماشي، وتحت البيزمنت ميمبرين هنا في المفروض ايه؟ في بلاد فيزز اللي هو ايه؟ بلاد كابيلاريز. طيب حكيتها ايه؟ فينستريتد بلاد كابيلاريز. البلاد كابيلاريز دي بتشيل ايه؟ النيوترنت ماتيريال تمام. انت اكلت ايه؟ لحمه. اللحمه بتتحول الى ايه؟ امينو اسيدز تمام، بروتين. الامينو اسيد تفضل ايه؟ ماشي هنا في البلاد يا سيدان، ماشي هنا في البلاد هنا ماشي تمام. ايه يجي الامينو اسيدز يروح طالع من الفيستريشن يروح على الرف اندوبلازميك ريتيكولم. يبقى الرف اندوبلازميك ريتيكولم بيساوي ايه؟ بيساوي حاجه بنسميها ابتيك. ابتيك اخذ الامينو اسيد، اخذوا ليه الامينو اسيد؟ عشان يكون البروتين، يطلع من الرف اندوبلازميك ريتيكولم بروتين. البروتين دوت يروح على الجولجي، الجولجي دوت ايه؟ يضيف على البروتين زائد يروح حاطط عليه كربوهيدرات ماشي. بقى اسم المركب ايه؟ بروتين على كربوهيدرات، بقى اسمه ايه؟ جلوكو بروتين ماشي. الجلوكو بروتين دوت يروح طالع خارج الخليه، يروح فين؟ يروح على اليومن. هنا لما يروح على اليومن بسميه سايرو جلوبيولين. اسميه ايه؟ سايرو جلوبيولين. السايرو جلوبيولين دوت عباره عن ايه؟ عباره عن الماتيريال اللي طالعه من الخليه اللي هي بتكون التي 3 والتي 4 ماشي. السيروجلوبولين دوت يبقى ستورد هنا في اليومن، حاجه ايه؟ حاجه الايه؟ الفوليكل تمام. السيروجلوبولين دوت لونه احمر بسميه اسيدوفيليك. ها اسيدوفيليك، وليه اسم تاني بنقول لك عليه؟ الكولويد. اسيدوفيليك ايه؟ كولويد. يبقى انا اتكلمت على السيمبل كلوبيكال اكسيليوم واتكلمت على الايه؟ الكولويد. متابع؟ طيب نيجي نتكلم على الاستراكشر الثاني اللي هو بارا فيليكولار سيل. البارا فيليكولار سيلز دي بتشكل الخليه الثانيه مع السيمبل كلوبيكال. قلنا السيمبل كلوبيكال دي 98% يعني فاضل 2%، ال 2% اللي هم البارا فيليكولار ايه؟ سيلز ماشي. دي معاها بارا فيليكولار سيلز 2%، افتكر ايه بخات رول؟ 2% يعني قليله في النمبر. طالما هي قليله في النمبر يبقى لارج في السايز، خليه كبيره كده ماشي. لارج سايز فتخلي كميه السيل اورجانيز اللي فيها ايه؟ اللي فيها ايه؟ تصير قليله ماشي. لو انت ربنا كرمك ان شاء الله، ربنا يكرمكم جميعا يا رب. قول يا رب. تسكنوا في قصر كبير فيه 300 حجره ماشي. تلاقي انت عندك القصر دوت فيه حجرات انت بيعدي عليك سنه او اتنين ما دخلتهاش ما شفتهاش، ان شاء الله ربنا يكرمكم يعني ان شاء الله ماشي. فالخليه دي كبيره ماشي وفيها سيل اورجانيز كتيره تمام. فيبان ايه؟ يبان السيل اورجانيز ان هي خليه فاضيه تمام. انا لو انا دخلت القصر اللي هي 300 حجره تمام، وفي مثلا إيه انت وزوجتك يعني ان شاء الله تمام، يبقوا اتنين بس، اتنين في 300، فيبان القصر ان هو فاضي صحيح تمام. فالسيلز دي بتبان ان هي فاضيه، فعشان بتبان ان هي فاضيه نسميها ايه؟ كلير سيل. لها اسم تاني كلير سيل، يبقى اسمها ايه؟ بارا فوليكولار ايه سيل. لها اسم تاني اسمه ايه؟ اسمه ايه يا عبد العزيز؟ انت خصمنا ولا انت اسمك عبد العزيز صح؟ ولا غيرت؟ عبد العزيز الدوسري صح؟ ولا انا ظهر وناسي صح؟ ليها اسم تاني اسمه ايه؟ ايه؟ ليها اسم تاني اسمها ايه؟ كلير سيل ماشي؟ طيب بتطلع ايه الكلير سيل دي؟ بص خد من اسمها، هي في حرف السي تمام؟ كالسوتونين. والدكتور بتاع الفسيولوجي قال لك الكالسوتونين ده عباره عن ايه وبيعمل ايه؟ خلاص؟ يبقى الكالسوتونين بيطلع من البارا فيليكولار سيلز او الكلير سيل، خلاص؟ ماشي؟ طيب حلو، يبقى انا اتكلمت على البارا فيليكولار سيلز وعلى الكلام دوت، والخليه دي فيها رف اندوبلازميك ريتيكولم بتبقى بيزوفيليك ولا اسيدوفيليك؟ بيزوفيليك. ماشي؟ طيب الخليه دي كبيرة فمبططة فما بتوصلش ناحية اليومن، فتلاقيها ايه؟ لازقة على البيسمنت ميمبرين، عشان كده سميتها ايه؟ بارا فيليكولار سيلز. كيف يعني؟ انت قلت لك انا لما تجيب الموكيت والموكيت تلزقه في الارض
تمام؟ هيبقى لازق في الارض ماشي، غير لما تجيب ايه كوب او تحط شيء او طاوله على ايه على الايه الارضيه ماشي. فالخليه اللي لازقه في البيسمنت ممبرين دوت، لو انا جيت طحت البيسمنت ممبرين بتطلع معايا الخليه صحيح. فما تطلع معايا، فلما اجي اشوفها في الهيستولوجي، في الهيستولوجي احنا بنشوفها تحت السلايد في الشريحه تبان كيف تبان، لان المفروض احنا ايه لما نيجي نشوف، شوف انا قلت لك كذا جمله اربعه هبسطها لك ماشي. الفوليكل كلنا متخيلين الفوليكل حكيتها بتبقى مترتبه كده بالتساوي كلهم قد بعض والكلام ده صحيح، لكن هم لا مش كده تمام. من كيف قال لك ايه تلاقي ايه فوليكل جاي كده، فوليكل ايه كده، فوليكل كده، فوليكل كده، فوليكل كده. لو انا جيت قطعت بالسكينه كده تمام، هتبان نص دي وهتبان، هتبان نص كده وهتبان واحده كامله تمام، وهتبان ايه حته من واحده، وهتبان يا دوبك بسمه ميمبرين في شويه خلايا صحيح. فعشان كده سميت دي بارافيليكولار. يعني ايه بارافيليكولار؟ يعني هحصلها فين؟ هحصلها حوالين الفوليكل، يعني ممكن احصلها اراوند الفوليكل. كلمه بارا تمام معناها ايه؟ اراوند، يعني تجينا ايه ممكن احصلها حوالين الفوليكل. دي ما بتتاكلش، تشرب اللي فيها بس ماشي. خلاص واضح يا شباب تمام كده؟ واضح يا اخي نايف؟ حد مش فاهم يا شباب لحد كده؟ يبقى انا كده اتكلمت على الفوليكولار ستراكشر، اتكلمت على ايه الاشياء الموجوده داخل الفوليكولار ستراكشر ثلاثه، سيمبل كيوبيكال ابسيليوم، بارا فوليكولار اي سيل، واتكلمت على الكولويد. واضح؟ واضح للجميع؟ واضح. شايفيني؟ ايوه. طيب على راي جون سينا كده وبعد كده كنت لسه بكتب لكم الاسئله حقت الاختبار بتاع السيول الحين دلوقتي متواصل يعني. يلا واضح؟ ايه اديك الاسئله ماشي. ها واضح الحال يا شباب؟ طيب نخلص ايه من القصه بتاعت الفوليكولار ستراكشر. قلنا دي فوليكل ودي فوليكل، في اشياء جنب الفوليكل هنا ايه ما بينها، بيقول لك ايه ريتيكولار فايبر والفينستريتد بلاد كابيلاريز اللي كنا بنتكلم عليها ايه دي هنا تمام، فينستريتد ايه بلاد كابيلاريز كده ماشي. يبقى الانتر، يبقى السيروت جلاند فيها ايه؟ فيها فوليكولار ستراكشر زائد نمره 2 انتر فوليكولار ستراكشر، انتر فوليكولار ستراكشر. انتر يعني بالوسط ما بين ماشي. ايه الانتر فوليكولار ستراكشر؟ ريتيكولار فايبر، فينستريتد بلاد كابيلاريز، البارا فوليكولار سيل صحيح. شلنا البارا فوليكولار سيلز احيانا تبان اوت الفوليكل، خارج الفوليكل، عشان كده سميناها ايه بارا فوليكولار سيلز. مع ايه تاني؟ ايه تانجينشال كات فوليكل، يعني احيانا احصل حته من الفوليكل، مش فوليكل كامل، دي فوليكل هتبان فوليكل كامله تمام، بجوارها الاقي احصل حته من الفوليكل تمام، فممكن تظهر ايه جنب الفوليكل. ده شغل الهيستولوجي، وانا بقول لك الكلام دوت ليه؟ اكتر خليه، اكتر خليه او اكتر جلاند ممكن ايه يجي فيها مالجنت او السيلز تتحول الى سرطان الثايرويد جلاند، لان الثايرويد جلاند دي اكتف جلاند. يعني ايه اكتف جلاند؟ انا قلت لك اللايتنج ابسيليوم سمبل كيوبيكال ابسيليوم، سمبل كيوبيكال ابسيليوم، حلو الكلام. طيب سمبل كيوبيكال امتى؟ لو الجلاند دي شغاله فيري اكتف جلاند تمام، وعماله تكون ايه سكريشن السيمبل كيوبيكال دوت، ما بس سيمبل كيوبيكال يبقى كولامنر ابسيليوم، يبقى انا ممكن احصل كولامنر ابسيليوم في حاله ايه؟ هايبر اكتف جلاند صحيح؟ ماشي؟ توقع ده سؤال في الاكزام، هايبر اكتف ايه جلاند؟ كولامنر ابسيليوم. طيب امتى تبقى كيوبيكال؟ في الايوثيرويد اللي هي الثيرويد العاديه ممكن تبقى ايه؟ ايوثيرويد ماشي؟ طيب الثيرويد ما بتشتغلش خالص كساليه زي عبد العزيز اللي وراك ورا فواز، مش انت اسمك عبد العزيز؟ طيب قلنا الثيرويد جلاند ممكن تبقى ايه كولامنر حاجتها خليه حاجه ايه؟ الفوليكل، ممكن تصير ايه كولامنر امتى يا عبد العزيز؟ هايبر اكتف، وممكن تبقى ايه كيوبيكال في الايوثيرويد، وممكن تصير سكويموس كده فلات في الهايبو اكتف، هايبو اكتف. يبقى لها ثلاث ايه؟ ثلاث ايه مراحل. لو هي هايبر اكتف ممكن تصير كولامينر كيوبيكال ايوثيرويد، هايبو اكتف تبقى سكويموس سيل تتبطط كده وترفع وتخس زي هو ايه عبد العزيز، اسمك عبد العزيز
صح؟ وانا كل ما اشاور على واحد يطلع اسمه عبد العزيز. هو الهايبوثايرويديزم. هايبوثايرويديزم يعني سيل الخلايا ايه؟ سكويرس سيل. ها ماشي تمام كده. طيب قلنا كده ايه الثلاث ايه مراحل، قلنا الانتر ايه فوليكولار ايه ابسيليوم، وقلنا الفوليكل والاستراكشر حاجه الفوليكل. في مش شيء مش واضح يا شباب؟ ندخل على اللي بعدها. ها بعد كده اتكلمنا على الباراثايرويد جلاند. اتكلمنا ولا ما اتكلمناش؟ ما اتكلمناش. اتكلمنا ولا ما اتكلمناش؟ احلى فيه احلى شيء اسمعه منكم اللي هو ايه نو ريسبونس، كاني مثلا بتكلم لحالي. عارف انا لو واقف قدام المرايه في البيت وبكلم نفسي هرد على نفسي والله صعب عليا. اتكلمنا ولا على الباراثايرويد ولا يا شباب؟ اتكلمنا. مكسوفين تردوا ولا ايه؟ غير الدرجة ما خلاكوش. طيب قلنا ايه الباراثايرويد جلاند؟ دول موجودات فين؟ في البوستيرور اوف ثايرويد. الباراثايرويد جلاند موجوده فين؟ في الباراثايرويد. تمام ماشي. طيب ليها سيت كبسوله ولا سيت كبسول؟ الباراثايرويد سيت كبسول ماشي. هو اللي بيدخلك السجن، هو اللي بيخليك تطلع تعويض قد كده للايه؟ للبيشنت. لما ايه تيجي تشيل الثايرويد جلاند في العمليه، تشيل الثايرويد جلاند هتروح شايل معاه الباراثايرويد، يروح يحصل للبيشنت ايه؟ يحصل له تيتاني، ديكريس في الكالسيوم ليفل في البلاد، لان هي بتطلع البارس هرمون، والبارس هرمون هو ايه؟ اللي بيزود البلاد كالسيوم. ماشي؟ لما يقل عندك البلاد كالسيوم هيحصل لك تيتاني، يحصل لك تيتاني تاني يوم بعد العمليه، هوبا ارفع قضيه على الدكتور، خليه يدفع لك تعويض ودخله السجن. ماشي؟ فالمهم ان انت تعرف ان هي ليها سيل كبسول. ليه؟ لان الدكاتره في العمليه عشان ايه ما يشيلش الباراثايرويد، يروح شايل جزء من الثايرويد ويخلي جزء، يعني ما يشيلهاش كلها، يخلي فيها جزء كده. تقول له تخلي ليه جزء ليه يا عم؟ يقول لك يا عم اسكت ساكت عشان ما تخش السجن وما تدفعش فلوس. قال له كده حلو. ماشي؟ ليه؟ عشان ما يشيلش الباراثايرويد، لان ليها سيم كبسول، السيم كبسول دوت ممكن يشيلها من غير ما يحس، من غير ما يعرف. خلاص؟ طيب ليها سيم كبسول. السيم كبسول دوت ايه؟ حوالين كده، حوالين الجلاند. ماشي؟ السيم كبسول دوت بيطلع ايه؟ ترابيكولا، يقسم الجلاند الى ايه؟ الى لوبس. خلاص؟ انكمبليت ايه لوبس؟ اللوبس داخلها هنا ايه؟ قال لك برانشنج انستموزس ايه كوردس. داخلها برانشنج، احفظ الكلمة دي كويس. برانشنج، لسه كاتبها من دلوقتي. برانشنج انستموزس ايه كوردس. خلاص يا شباب؟ طيب البرانشنج عن السموزس كوردس داخل الباراثايرويد جلاند. تمام؟ دي ايه الخلايا اللي فيها؟ قال لي جيني تو تايبس من السيلز. احنا عارفين يعني ايه برانشنج ايه عن السموزس كوردس؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني ايه برانشنج عن السموزس كوردس؟ سبحة تحطها على الطاولة. سبحة على الطاولة متشبكة في بعض، خلاص؟ طيب تمام. طيب يجينا تو تايبس من السيلز يرحمكم الله اللي هو ايه عطس. تمام؟ اثنين خلية، خلية بنسميها برنسبل او تشيف سيل، وخلية بنسميها اوكسي فيل. فيل فيلز من الفيلم، هي كبيرة يعني بتزيد مع الايش، وانت لما تزيد مع الايش بتبقى ضخم كده ما شاء الله عليك زي الفيل. تمام؟ كلنا شفنا فيل قبل كده ولا لا؟ ان شاء الله هنزل مصر في الاجازة وبتصور مع الفيل واعمل لكم صورة على الفيسبوك. شفتوا فيل قبل كده ولا لا؟ شفتوا فيل؟ لا حول الله. اقول لك كنت شفته فيل ولا ما شفتوش فيل؟ شفنا فيل. لا حتى دي مش عايزين تردوا عليها. في تو تايبس من السيلز، برنسبل سيل او تشيف سيل او اوكسيفيل سيل. دول موجودات فين؟ البرنسبل سيلز في الباراثايرويد ولا الثايرويد؟ باراثايرويد. طب الخليه الموجوده في الايه في الثايرويد اسمها ايه؟ بارا فوليكولار او فوليكولار ابسيليوم اللي هو سيمبل كوبيكال ايه ابسيليوم، عشان الاثنين ما تدخلوش ايه في بعض. طيب حلو الكلام. دي بنسمها برنسبل. برنسبل يعني ايه؟ أساسي. يعني بالعربي اساسيه. تمام؟ تشيف يعني ايه؟ كتيره، اساسيه وحيويه وكبيره. ماشي؟ طيب برنسبل يبقى اكيد ايه؟ نيومرس. تمام؟ كتيره، كتيره اهي. طالما هي كتيره تفتكر مين؟ تفتكر مين؟ تفتكر بخار يقول خليه كتيره في العدد، يبقى الايه سمول في السايز ولا لارج سايز؟ سمول في السايز. سمول في السايز ولا لارج سايز؟ سمول. عبد الله سمول ولا لارج؟
العدد كتير مش معاه شفت البرنسبال سيل كتيره في ايه العدد يبقى سمول في سايز ولا لارج سايز يبقى سمول ايه في السايز يبقى كتبنا ايه نيومرس على طول تحت تحتها على طول عشان ما انساش اروح كاتب كلمه ايه سمول ايه ماشي اروح اعكسهم هنا في الاوكسيفيل اكتب له كده ايه فيو ماشي وهنا ايه لارج صعب كده طيب تمام طيب برنسبال تبدا بحرف البي يجيك ايه 3 بي خليهم 4 بي عشان ما تنساش اول بي فيهم يجينا ايه 3 بي اهو كده اهو اول بي شكل الخليه ايه بولي جونال ماشي اروح كاتب تحتها ايه راوندنت نيوكليس راوندنت وسنترال نيوكليس خلاص يا شباب طيب هنا في الاوكسيفيل تمام اوكسي اولها او اقول دي اوفال استنى نظام الحلبسه ده مش اي حد بيعمله ده انا بديك والله خلاصه الخلاصه يعني بخليك تروح لا حتى دماغك مش عايزك تشغله عايزك تكتبهم في الورقه وتبص عليهم بس لما تروح بس فقط بص عليهم كده ماشي الناس دي بتدفع فلوس قد كده عشان تسمع الكلام ده ماشي يعني افتكر في مره كنت شغال في مصر قبل ما اجي هنا تمام جالي طالب من المملكه هنا سعودي تمام بجامعه طيبه ماشي قال انا بص انا طيبة دي بتشتغل ايه تراديشنال قال انا هضيع في الاستولوجي بقى لي سنتين او كده مش بسط ليه في الاستولوجي وما لاقيش فيه حل فانا سالت في مصر كده قالوا لي ان انت ايه هتدينا الزبده بتاعت القصه دي كيف انا عايز انجح في الاستولوجي ماشي مش عايز اقول لك للحين يعني هو بيتصل عليا الكلام ده كان من زمان يعني كان من يجي مثلا من 15 سنه فاتوا ماشي فالقصه اللي انت ازاي تفهم وازاي تذاكر دي هتوفر لك كتير توفر لك 90% ماشي فدي ايه قلنا او يبقى اوفل في الشيء خلاص اوفل شيء طيب يعطينا بي تاني دي بيزوفيليك 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 يجينا واحد ايه رخم نقول لك اه بي دي غير البي دي يعني ما تدوكش يعني مشيها يعني خلاص يعني ما حركتش تمام يبقى دي ايه بيزوفيليك واحد رفع الدخل يبقى دي بيزوفيليك اروح على الجسم الناحيه الثانيه خليها ايه اسيدو اسيدو فيليك ماشي طالما قلنا دي بيزو فيليك يبقى فيها ايه راف انتو بلازما كريتيكولم طالما قلنا دي اسيدو فيليك يبقى فيها ايه ميتوكوندريا اسموس انتو بلازما كريتيكولم ماشي الحال يا شباب ماشي طيب ماشي اعطينا بي تاني وقلنا واحد بي اتنين بي تلاته بي تلاته بي بتعمل ايه الخليه دي بتطلع الباره هرمون هرمون ها ماشي تمام الخليه دي ايه بتطلع ايه الانون يا رب تفضل الانون يا رب الحاجه ما تكتش فيها حاجه قولوا له امين نفسي يعني دلوقتي كده في البتاع هنفضل نقول بخات وقول نكتبها بخات وقول هنا في ها يبقى دي انون طب وظيفتها ايه قال لك انكريز مع الايج دي بنكريز مع الايج بتزيد مع السن كل ما بتكبر بتكبر حبه 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 كل ما الخليه الاوكسيفيل ايه تكبر خلاص فيكوا حد من خويكوا لخبط دخل الاشياء ببعض دخلت البارا فيليكولار سيلز في البرنسبال سيل ماشي اقول له لا ما تلخبطش البارا فيليكولار سيلز لها اسم تاني اسمه ايه اسمها ايه كلير كلير سيل وكلير تبدا بحرف ايه السي تبقى تطلع ايه كالسيتونين سي برضو تمام سي تمام كالسيتونين بيطلع من الكلير سيل اللي هي اسمها بارافليكولار سيل اما البرنسبال سيل دي بتطلع البي بي بي باراسورمون هرمون خلاص خلاص يا شباب واضح ايه واضح كده كلير يلا نقول السكشن فكركم بيها يلا بيتوتري خدنا ايه في الهيستولوجي بيتوتري ماشي بص يا شباب اللي بيمتحن انتوا اسمكم ايه بكالوريوس يعني انت الكلام اللي انت بتمتحن فيه انت مستوى بكالوريوس طب خلاص غير لما تروح تمتحن ماستر في الهيستولوجي انت جيت تخصصت عندي هيستولوجي وهتمتحن ماستر ظبطك ماشي
غير لما تروح تمتحن ايه دكتوراه مش هتشوفها. ماشي طيب، لكل مستوى ليه ليفل. انت مستواك، لان انا ايه ما اعطيك صوره، احنا الاول الهدف انت بتتعلم ليه الهيستولوجي، لان اللي بيروح يشتغل هيستوباثولوجي بياخد عينه من الثيرويد يبعتها المعمل، تمام، يكتب فيها ايه العينه دي، المريض اسمه حامد، السن 24 سنه، كان عنده مثلا ايه هايبر ايه ثيرويديزم، الدكتور يكتب له كده تخاطر كان اعراضه كذا كذا، فانت عندك فكره مسبقه عن السكشن، عن الشريحه اللي انت ايه هتعملها، من فين جايه العينه دي، فواخد فكره ان دي اكيد هتبقى ثيرويد، اكيد مش هتطلع كذا كده يعني، تمام. طيب انا بقول لك الكلام دوت ليه، لان تلاقي في صوره في البوتيتري اللي هي فيها بني دي زي الصوره حقه ايه حقه الادرينال المضله ماشي فيها بني برضو، دي اعرف تماما وانا اقولها لك من دلوقتي ان انا مش هجيبها لك في الاكسام اللي هي، عشان مش عايز الخبطك انت لسه على مستواك كده، لان انا اصلا نظام الامتحان ما اعرفش اديك كومنت على الصوره، ما اعرفش انا اكتب لك كومنت ان الصوره دي جايه من كذا كذا، فانت تعرف عليه والنظام لا يسمح وانت مستواك لا يسمح والدنيا كلها لا تسمح، وانا اصلا ما بحبش ايه يعني الكلاكيع دي، بحب الحاجات السيمبل البسيطه. طيب بمناسبه السيمبل البسيطه دي تطلع ايه؟ اول شيء في حاجه اسمها لاند مارك للعلامه اللي قدامك، لاند مارك الشكل المميز، مثلا شوف ايه الدكتور ايه جمال بخار لابس نظاره ودايما ايه تلاقيه بيمشي ايه كده في الصاله وايه هصر وبتاع وعامل ايه نفسه ان هو واد ايه فريش كده وايه ولذيذ اللي هو جنس، ماشي. ايه اللاند مارك حاجه ايه حاجه السلايد دي، اللاند مارك اشوف ادور على حاجه حمراء داخل الخليه، لقيت حته حمراء، ايه هو الحته الحمراء دي؟ دي بنسميها الكولويد. بصوا فيكم يا شباب كده، بصوا كلكم هتلاقي كل الايه فيها ايه حتت حمراء كتيره اهي، تمام؟ ما عدتش عليك قبل كده ولا هتعدي عليك. دي اسمها ايه؟ لاند مارك للثيرويد جلاند، ان يبقى فيها ايه كلويد داخلها، لان انا قلت لك الجلاند دي بتسوي ستورد للسكريشن داخلها. ايه هو السكريشن على هيئه ايه؟ كلويد. ايه هو الكلويد يا اخوان؟ ابراهيم ايه هو الكلويد؟ تحفظ ثلاث كلمات، سيرو جلوبيولين اسيدوفيلك. اسيدوفيلك سيروجلوبيولين، يبقى ايه هو الكلويد؟ اسيدوفيلك سيروجلوبيولين. ايه هو الكلويد يا شباب؟ ايه هو اللي فيكم بيسافر بره ودبي والحته دي وروح يحضر حفله المطرب والكلام دوت، يعني مثلا ايه جواد العلي عامل حفله هناك وعمالها ايه يرد ويصوت، وهنا يعني ده احنا في مجلس يعني تحفنا الملائكه ويذكرنا الرحمن في من عنده، يعني ان احنا ايه سمينا وصلينا على رسول الله عليه الصلاه والسلام وبدانا ايه مجلس علم، واحنا الهدف الاسمى بتاعنا ان انتوا يطلعوا ان شاء الله كويسين، فكل الحاجات دي معانا ملائكه، فنعلي صوتنا وننفعل وندخل في المود كده عشان ايه ربنا يبارك في الحصيله تطلع كويسه، الحصيله بتاعتكم العلم يعني، الحصيله بتاعتنا الفلوس. ماشي؟ طيب يبقى ايه هو الاستراكشر اللي هنا دوت يا شباب؟ اسمه ايه؟ كلويد. ايه هو الكلويد؟ ايه هو الكلويد؟ ايه؟ اسيدوفيلك سيروجلوبين. ايه هو الكلويد؟ اسيدوفيلك سيروجلوبين. المهم يجيك سؤال في الاكزام، اول سؤال ايدنتيفايز استراكشر، اقول له دي ايه ثيرويد جلاند، ماشي؟ اروح حاطط لك اكس او واي على الحته الحمراء، ماشي؟ على الحته الحمراء اللي هي في الصوره دي، مش اي حته حمراء ماليش دعوه بيها، اللي هي في الصوره دي، ماشي؟ الحته الحمراء الثانيه مش تبعنا دي، احط لك اكس او واي هنا، اقول لك ايه ايدنتيفاي اكس، اقول له ده ايه؟ اسيدوفيلك سيرو ايه جلوبيلي، تمام؟ طيب ايه هي الكور دي؟ ملاحظين ان في ايه كور صحيح؟ كور، والكور دي مختلفات ايه؟ في السايز، يعني في كور كبيره وكور صغيره، صحيح؟ كلنا شايفين كور؟ لازم واحد بص لازم يراجع عليك، يعني لازم يفتح كتاب كده ومش هتلاقي مش هتحصل الكلام ده في ويتر خالص. يعني ايه رايك بقى؟ مش مكتوب فيه. او تساله في الاخر لما تيجي لما نيجي نساله يقول لك ايه بلر اللي مش عارف. طيب يبقى بص في ايه الفوليكل دي؟ بص في فوليكل كبيره اهي، صح يا وائل؟ في فوليكل كبيره وفي فوليكل ايه صغيره،
ماشي، وفلكل صغيره يبقى حصل ايه فوليكل فوليكلز ان اي فاريبل اي سايزد، تمام، احجام مختلفه ماشي. الكور دي، الكور دي سميتها انا فوليكل، الكور يا فواز اللي انت شايفها دي، فواز انت تمام، دي اي فاريبل اي سايز، وسميت الكور دي اي فوليكل. وتحصل ايه تاني يا ابراهيم؟ تحصل ان في اشكال ايه بتحس ان هي راوندل وفي اوفال اهي، تمام. يبقى طلعنا من السكشن دوت ايه بالاشياء الاتيه، قلت عليه سيرويد، قلت عليه سيرويد ليه؟ لان فيها كولويد. ايه هو الكولويد ده؟ اسيدوفيليك سيروجلوبولين، تمام. ما فيش جلاند في البادي بتعمل ستور للسكريشن. نلتقي بعد الفصل، فاصل فاصل بس مش هو اللي بياخد فلوس. طيب لو مفيش جلاند في البودي بتسوي ستور للسكريشن الا الثايرويد جلاند، خلاص يا شباب تمام. يبقى دي بتسوي ستور للسكريشن وده كولويد، يبقى دي ايه؟ ثايرويد جلاند فاريبل في السايز، فوليكل فاريبل في السايز ايه والشيب. طب يجينا ايه ده؟ ايه ده؟ ترابيكولي او بيسموها سته، تمام، سته او ترابيكولا، عشان تقسم الثايرويد جلاند الى ايه؟ الى لوبس. خلاص يا شباب، الثايرويد جلاند دي برتقاله، البرتقاله انت بتحصل ايه؟ فصوص جوه البرتقاله، فصوص دي لوب، تمام. كل لوب ليه كفر، الكفر دوت اللي هو ايه؟ سته، ماشي. زي ايه المثل بتاع الفيل؟ كلنا كنا برتقال برضه محدش شرب. طيب داخل الفص دوت لو مسكته هتلاقي فيه فصوص ازرق، ماشي، نفس ايه السيروت، بس هي الفصوص هناك ايه؟ هتلاقيها طويله كده، دي ايه تحصلها ايه؟ راوندد، ماشي. يبقى دي اسمها ايه؟ ترابيكولي او سبته، لان هي ديفايدد ايه؟ الجلاند الى لوبس. ادي لوب اهو لحاله، يعني من اول هنا لحد هنا كده ده لوب، ومن هنا لهنا ده لوب، لان ده سبته وده ايه؟ سبته او ترابيكولي، كله ماشي من اول هنا لحد هنا ده لوب، من اول هنا لحين لهنا ده لوب. يبقى المنظر دوت ايدنتيفايز ستراكشر ثايرويد جلاند، تمام. الاحمر اللي فيها دوت ايه؟ كولويد، ده اسيدوفيليك ثايروجلوبولين، تمام. ايه الفواصل اللي فيها دي؟ ايه ترابيكولا. بص يا شباب، شوف الصور حاجه البيتيتري قبل ما تدخل الاكزام، شوف الصور حاجه السوبرا رينال قبل ما تدخل الاكزام، شوف الصور للثايرويد قبل ما تدخل الاكزام. شوف الثلاث سكاشن اللي خدناهم دول، لازم لازم بعون الله كل سكشن هيجي من واحده صوره لازم، تمام، ماشي. لان الاسولوج عندك في البلوك دوت الايه؟ اللابات ايه كتيره، فتلاقي الاوس في السيشن ايه كتير، تمام. وانا بفرحان بقى واخبط فيك اسئله. طيب يلا ايدنتيفايز ستراكشر يا اخوان. سي 7 كلويد بارا في لوكيول. سي 7 هذا فوليكل. نعم فوليكل نفسه. فوليكل استراكشر ثايرويد جلاند. ايه ثايرويد فوليكل؟ وانت بكاتب ايه؟ انت قفلت الكتاب، ماشي. طيب انور شارك معانا، ناصر ستار شارك معانا. احلى اجابه ما ادري لا انور. ليش بقى يا اخي؟ كل زمايلك اللي اتكلموا كلهم قالوا اجابات صحيحه، كل الناس اللي قالت اتكلمت قالت اجابات صحيحه، ماشي. اللي قال لك دي ايه؟ ثايرويد، صحيحه ثايرويد. ليه؟ لان فيها كولويد اهو احمر، ماشي. اللي قال لك ثايرويد فوليكل، صحيح، لان ادي فوليكل اهي، كوره اهي همشي عليها بالخط كده اهي، ادي كوره اهي وبجوارها كوره تاني بس مش كامله، وبجوارها ايه؟ كوره تاني اللي هي فوليكل، وبجوارها ايه؟ فوليكل تاني، وبجوارها فوليكل تاني، يبقى دي ثايرويد فوليكلز في واحدة كومبليت بالوسط وحتت ايه من الباقية، لأن السكشن ايه ما كملش بقى الصورة، خلاص؟ تمام. يبقى دي ثايرويد فوليكلز بالوسط دوت ايه؟ كولويد. ايه هو الكولويد؟ أسيدوفيليك أيوه، ذاكرني باسم بس عشان نسيت. يا زيد أنا حاسس إن في حاجة كتير، ماشي. اسيدوفيليك ثايرو ايه؟ جلوبولين. طيب ماشي، قلنا دي فوليكل صحيح. شوف ادي اللايننج بسيليوم حكيت اهو، اهي خلايا اهي، تمام. دي سنترال راوند نيوكلاس حاجه السيل، النيوكلاس يا شباب يبان لونها ايه؟ ازرق،
يعني كل الالوان الزرقاء اللي انتم شايفينها دي، دي نيوكلس حاجه ايه، حاجه الخلايا. الخلايا عشان هي لونها احمر فما تبانش مع ايه الاحمر الغامق اللي جنبها، ماشي. طيب شايفين سنترال ايه راوند ايه نيوكلس دي حاجه ايه؟ مين يقول لنا حاجه انه ايه؟ خليه ايه ايه سيمبل كيوبيكال ابسيليوم. قول ما تخافش، سيمبل كيوبيكال ابسيليوم. طيب بص، هو العلم الهيستولوجي علم ان انت ايه تستعمل المعلومات في تحليل الصوره، ماشي. قلنا دي فوليكل، دي فوليكل اهي، تمام. طيب وشايف ايه خلايا ايه في الفوليكل اهي. طيب ايه جالك سؤال بيقول لك ايه هي دي، ايه هي دي؟ حاطط لك انا اكس او واي هنا او اي علامه او سهم، ماشي، واقول لك ايدنتيفايز ستراكشر، يبقى دي خليه اكيد داخل الفوليكل. ايه هي الخلايا اللي داخل الفوليكل؟ اتنين اتنين، ايه هما؟ سيمبل كيوبيكال ابسيليوم، وايه تاني؟ ايه تاني؟ وبارافيليكولار ايه سيلز او سي سيل، ماشي. طيب الاكتر مين؟ الاكتر مين؟ الاكتر مين؟ ايه؟ اشوف الراجل الرفيع يا سي قال وانت بقولش، مع انه بينزل طاقه عشان كده هو بيخس بيتكلم كده. احنا قلنا الاكتر السيمبل كيوبيكال ابسيليوم، صحيح، اللي هم 98% وفيها سنتر راوند النيوكليس. بص هتلاقي سنتر راوند النيوكليس هي الكتيره، تمام. يبقى ده سيمبل كيوبيكال ابسيليوم، سيمبل كيوبيكال ابسيليوم. شوف حللنا المعلومه وصلنا كيف، سيمبل كيوبيكال ايه ابسيليوم، ماشي، اللي هو بيسوي لايننج ايه للثايرويد. اقفل عشان الشيطان بيعمل حاجات مش كويسه. ايوه سيمبل كيوبيكال ايه ابيسيليوم، خلاص يا شباب. طيب ايه تاني؟ ايه الاذر سيلز اللي بتسوي لايننج للفوليكل؟ جه سؤال كده اللي هي بارا فيليكولار سيلز اللي اسمها اي سي سيل، خلاص. طيب لو قلت لك الثايرويد جلاند دي اكتف ولا ان اكتف، كيف تعرف؟ حجم خلية اكتف ولا ان اكتف، كيف تعرف؟ الشكل. انت روحت البيت، رحت جايب ايه؟ لحمه، اللي هو العزوب اللي سحلاتي، رحت ايه مشتري لحمه، وجايب ايه خضار، تمام، وجايب ايه بصل وبطاطس والكلام ده. انا ما بحبش البطاطس، ماشي. انت يعني جبت بصل وبطاطس وايه لحمه، وراح البيت، رحت خلع الثوب وقلع اكس الوال وماسك البتاع، والله هو صلى على النبي، وشغال تك 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 تك، وعماله ايه والحلل ايه، وعماله ايه تطبخ والكلام ده. ده بنسميك اكتف، اكتف اكتف، لان انت بتستخدم الماتيريال اللي انت جايبها عشان تشتغل بيها، صحيح؟ مش انت جايب اشياء انت بتستخدمها عشان تشتغل بيها. طيب الاشياء موجوده زي ما هي اهي، تمام. الكلويد دوت اهو زي ما هو، لا يمس، تمشي عليه بالقلم اهو، تمام. يبقى الثايرويد دي ان اكتف. ليه ان اكتف؟ اهي ثايرويد ان اكتف. ليه ان اكتف؟ لان هي ما خدتش الكلويد، تمام. الماده اللي هي بتستخدمها عشان تطلع الثيروكسين التي 3 والتي 4، تمام، موجودات زي ما هي، تمام، مش معضعضه فيه، مش واكله فيه، خلاص. مهمه كلمه اكتف ولا ان اكتف دي يا شباب، عشان ايه يجيك سؤال يقول لك في اي ستيج الثايرويد جلاند دي، في اي ستيج منشن ان ايه ويتش ستيج الثايرويد جلاند دي ايه بريزنت، زي ايه؟ زي الماماري جلاند بتاع السنه الاولى، فاكرين؟ تمام، لما جبت لك سؤال في الماماري جلاند منشن ايه ان وات ستيج، واللي كان فيها ايه؟ في ميلك وفي زمان اول عام، خلاص؟ طيب مش فاكرين خلاص، ماشي. طيب ايدنتيفايز ستراكشر، نعم؟ الستيج بس اكتف ونكتف؟ ايوه ان اكتف او اكتف. يلا يا شباب ايدنتيفايز ستراكشر، صوره كده ريفايس كده جايبها لك من صوره لينا المطلوب. ايه؟ مش مطلوب؟ صوره ايه يا شباب؟ يلا شكوره. اكتب فوق. ايه الشاي؟ سيرود فوليكس، ها؟ صالح. تطلع يا صالح. سيرويد فوليكس، ماشي. ها؟ ايوه عمال ايه؟ اكتف سيرويد فوليكس. ريان. سيرويد فوليكس. عبد العزيز. خالد. عثمان.
active thyroid follicle. It has thyroid follicles. Basal. Basal. Thyroid follicle. بص يا شباب يجيك سؤال في الانسان identify يا اخوان يا اخوان المغزل ان انا خليك تتكلم انا بعمل ايه كده انا بعمل ايه مش استعراض يعني وبحب اهزر وكده لا انا بعمل ايه علشان تستخدم المعلومه اللي في دماغك وتقولها انا باخد الكلمه الخطا اللي انت بتقولها لو انت قلت خطا يعني انت ايه لو عارف حاجه خطا قولها عشان انا اصلحها لك وافهمها لك كويس واثبت لك المعلومه الصحيحه ماشي تمام فلو سمحت ما تقعدش ساكت اتكلم حتى لو خطا لان انا وظيفتي هنا ايه اصلح لك الخطا ونعلمك الصواب ماشي كل زمايلكم اللي اتكلموا مشكورين قالوا الاجابه الصحيحه قلنا عليها ايه ثايرويد يجيك سؤال في الاكزام ايدنتيفايز ستراكشر اقول له دي ثايرويد ليه قلت عليها ثايرويد ليه لان فيها كلويد بالوسط صحيح كلنا شفنا الكلويد اللي بالوسط ولونه احمر شفت الكلويد اللي بالوسط لونه احمر نعم شفت الكلويد اللي بالوسط لونه احمر عبد العزيز عزيز لصالح الفالح الفالح شفت الكلويد اللي بالوسط شاور عليه طبعا يا عزيز لو سمحت تعالى لا شاور عليه كده خويا كده عشان مكسل اروح على طول مكسل تروح روح لنفسك ايه الكلويد شاور على حدوده كده على البريفري يا عبد العزيز اللون الاحمر بس ايوه اللون الاحمر ده كلويد طب ايه الفراغات البيضة دي يا شباب؟ ايه الفراغات البيضة دي الموجودة دي؟ دي عبارة عن ايه؟ ايه؟ عبارة عن ايه؟ يعني انت تيجي في الحتة المهمة وتيجي الكتاب ها؟ ايه الفراغات البيضة دي؟ ايه الفراغات البيضة؟ تايد جانكشن بص يا شباب بالمناسبة قلت لك اخطأ اغلط علشان تاخد مني المعلومة الصحيحة التايل جانكشن دي ما تبانش الا في الصوره الابيض واسود ايه هي الصوره الابيض واسود اللي احنا بنسميها اي ام الالكترون ايه الميكروسكوب ماشي والالكترون الميكروسكوب دوت دي مش موجود في الجامعه بتاعتنا هنا خالص تمام الصوره دي بنسميها ال ام بيكشر يعني ايه ال ام يعني السلايد اللي احنا بنشوفه على الايه الميكروسكوبات بتاعتنا ايه فاكرين زمان اول لما كنا بننزل لما مكان عندنا معمل والميكروسكوبات والكلام دوت ايه كنا بنشوف عليه السايتات دي الصبغه دي بنسميها هيماتوكسلين انتوسين صبغه بتاخد لونين يعني ايه صبغه فيها لونين لون احمر اللون الاحمر ده بيلون ايه السيلز والستراكشر الثانيه واللون الازرق يلون ايه النيوكليس تمام النوايا حقت الخليه ماشي فهنا باينه كلها احمر مش مشكله اللي واخده لونها ايه هيماتوكسين زياده ما علينا ما علينا تمام الحته الفراغات البيضاء دي الفراغات البيضاء تطلع ايه مين يعرف فيصل الريتيكولار فايبر الفايبر يا شباب الريتيكولار فايبر تبقى خطوط احنا في الانسولوجي بنشوف ايه بنشوف خطوط ودوائر الخطوط دي عباره عن فايبر والفايبر دي لما تطلع ايه الريتيكولار فايبر او كولاجين فايبر او ماسل خلاص يبقى الفايبر تبان على هيئه ايه خط وغالبا الفايبر غالبا الفايبر يبان لونها ازرق او اخضر ماشي عشان ايه بنلونها بصبغه يعني نعطيها لون ازرق او اخضر عشان نعرف نشوفها تحت الميكروسكوب ماشي يبقى تطلع ايه فايبر يا فيصل ولا ايه مش فايبر تمام تطلع ايه البينوسيتوس زيدان ها فوليكولار سيلز تطلع ايه طيب ايه طيب ما تطلعش ليه بارا فوليكولار سيلز حد يقول لي ليه ما تطلعش ليه بارا فوليكولار سيلز يا شباب لانها فوق الباس اسمع دعاس احلى كلام بتلام ايوه لانها رايك فوليكولار ما تطلعش ليه بارا فوليكولار سيلز يا اخوان لانها كتيره صحيح لان احنا قلنا البارا فوليكولار سيلز دول 2% لكن شايفين الفراغات الكتيره ده اكتر من الخلايا اللي جنبها صحيح تمام يبقى ما تنفعش تكون بره في الليكولار اي سيلز لسبب ان هي كتيره السبب التالي لان دي حاجه بيضه تمام طب لو هي سيل فين النيوكليس اللي فيها ما فيهاش نيوكليس يبقى ما ينفعش دي تكون سيل ها ايه الفراغات البيضه مايكروفيلاي المايكروفيلاي تبان في الصوره اللي هي ابيض واسود
اللي هي حجه الالكترومايكروسكوب تمام، والمايكرو في اللاي تبقى على سطح الخليه نفسها ما تبانش ايه كبيره كده وداخله ايه جوه. ها بيسمنت ميمبرين بيبقى خط، يبقى خط تحت الخليه. مش اللاي ابزورب ايه؟ مش اللاي ابزورب ده باي مايكرو اللاي. دي كلام غريب. اسمع يا شباب ايوه كله ايه ابسوربت باي مايكرو في اللاي منين انت بتتكلم؟ ده من فين دكتور؟ يعني معقول انت وصلت كلويد ابسوربت باي مايكرو؟ طيب اجابه صحيحه مشكور مليون في الميه لو كان هو قايلها من دماغه، وده انا يعني متاكد منه ان هو ما شاء الله عليه يعني صح تمام، واحنا بنشكرك يا عم ونحييك تمام. ده كلويد ابزوربد بالمايكروفلاي. كيف عرفنا؟ لان انا بتكلم هنا الكلويد اهو صحيح، ده الكلويد دي حته اتاكلت منه ودي حته اتاكلت منه تمام. انت جبت المفطح تمام وعازم ناس والناس اتاخروا، ولاد اللذين ده الواحد خلاص مش قادر يعني طب انا ايه اقطع لك كم حته قاعده تتسلى عليه الخلايا ايه فضلت تاكل حته متاكله من الكلويد. بص حته متاكله من الكلويد اهي تمام، تحس ان حتت اتاكلت من الكلويد نفسه تمام. يبقى ده الحتت الفراغات البيضاء ده ايه؟ كلويد ماكول ماشي، كلويد ايه تاكل بيه ايه المايكروفلاي. من فين جاب المايكروفلاي دي؟ لانه ايه اللي بياخد الايه الكلويد اللي هي ايه المايكروفلاي بتاخده بعمليه بنسميها ايه؟ فينوسايتوسيس. يعني الواد دوت لو كتب كده في الاختبار تمام كلويد ابسوربت باي مايكروفلاي بالقوسين فينوسايتوسيس راح انا معطيه 10 من 10 واروح ماسك الورقه العظمه دي ربنا يخليك العيال. والله العظيم الواحد فرحان لما يحس ان هو طالب يعني ايه، وفي يعني في بعض الطلبه بتكتب الكلام بالنص يعني كما انزل ماشي، وفي طالب بقى ايه في الاختبار سؤال ايه اسيدوفيليك، سؤال ايه ديفرنشيشن بتوين الاوستوبلاست والاوستوبلاست، راح كاتبه وكتب على دي اوستوبلاست وهنا اوستوبلاست، شويه راح شاطب لا بخلي دي اوستوبلاست ودي اوستوبلاست. عشان كده انا بعملها ايه؟ انا بسالها لك وبديك في حروف ازاي نعرف دي عثمان، دي مثلا برنسبل يبقى فيها بي هتكلم على البي في البرنسبل، ودي مثلا فيها او يبقى ايه او اوفن، ودي مش عارف ايه وكده. عشان انا كنت طالب زي انت كنت بعمل كده تمام، انا كنت بتلخبط كده زي بالظبط. عشان كده انا عايز ايه تسوي علامه لنفسك كيف تذاكر وكيف تحفظها، اللي انت بتيجي في الامتحان تيجي في وقت الاختبار. يعني انا شرحت لك دلوقتي السيرول لما تروح البيت، والله الدكتور ضحك عليا حسب الله ونعم الوكيل، كنت فاهم زي الفل وانا قاعد معاه، روحت البيت جيت انا قريت السيروت فهمتها، قريت الصوره لينا دخلت في السيروت. يحصل انا كنت طالب زيك، فبحاول اديك ايه علامات تعرف بيها الصوره لينا من السيروت، بتعرف بيها كلام الهيستولوجي بعيد عن كلام الباثولوجي، بتعرف بيها كلام الهيستولوجي بعيد عن الفارماكولوجي ماشي، بتعرف بيها الدكتور جمال بخات من الدكتور مثلا احمد باريس. ها ماشي تمام، فتسوي نفسك علامه عشان ايه ما تتلخبطش. يبقى ده كلويد، والكلويد اتاكل بيه المايكروفلاي ماشي حاجه ايه الخلايا دي. طيب ايه الخلايا دي يا شباب اللي هي النيوكليس اللي باينه دي؟ ها جولجي الجولجي بيبان في الصوره اللي هي ابيض واسود اللي هو بنسميه الكترون مايكروسكوبيك ايه فيتشر. كويس انا فرحان اللي انت بتقول عشان ايه خلاص بقت وضحت عندك الكولجي ده في الصوره اللي هي الابيض واسود لانه بيبان في الالكترون ميكروسكوب ماشي. اتكلم وما تخافش مش هنقول لك ان انت وحش يعني. ها تطلع ايه يا شباب هنا تاني؟ سيمبل جلوبيكال ابسيليوم. ليه يا عبد العزيز الفالح؟ لانها هي بتاكل الكلويد. هي اللي بتاكل الكلويد. طب ما فيش حد معاها كان كلويد تاني؟ لا ليه سبب تاني؟ اعطينا سبب. فيصل يعطينا سبب. يعطينا سبب.
صف واحد. ايه؟ صف واحد. انها صف واحد. ليه سيمبل كوبيكال ابسيليوم يا شباب؟ ليه؟ لسه قايلين في الصوره اللي فاتت وان السيمبل كوبيكال ابسيليوم هما الكتير، هما 98%. اشوف واحده، اشوف واحده تمام، وعد ايه خويها اللي زيها، دي زي دي، دي زي دي تمام، دي زيها ودي زيها ودي زيها ودي زيها، يبقى عد فيهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ده كتير تمام. طالما هم الكتير اللي في السكشن يبقى ده سيمبل كيوبيكال ايه؟ ابيسيليوم. خلاص يا شباب. طيب يجينا سؤال، الثايرويد جلاند دي اكتف ولا ان اكتف؟ اكتف ولا ان اكتف؟ اكتف. ابراهيم فيصل عبد العزيز فواز ابراهيم عبد العزيز مروان، مروان صح، مروان تمام، واحمد اللي جابك فلسفه عبد العزيز. طيب احمد اكتف ولا ان اكتف؟ مش معاهم ولا ايه؟ اكتف ولا ان اكتف؟ اختار، هعطيك ايه تشويسز، اختار يا شباب من التشويسز اللي انا هقولها خمسه، يجي لك خمسه ايه تشويسز في الاختبار، اكتف ان اكتف 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 تطلع ايه؟ تطلع ايه؟ اكتف ليه قول عليها اكتف؟ هل ايه؟ طلال، هذا طلال، اكتف ولا ان اكتف؟ طلال ايه؟ ليه اكتف؟ السيب كلها ليه اكتف هنا شباب؟ ايه؟ ليه اكتف؟ ماله كلوي؟ ماله كلوي؟ التاجر تاكل، يبقى الخلية دي بدأت تستعمل كلويد، يبقى طلبه جوه بتكون السيتوكين، بتكون التي 3 وفي 4، يبقى دي اكتف سيل. العملية اللي بيها السيل بياخد الكلويد سميناها ايه؟ فينوسايتوزيس، سميناها ايه؟ فينوسايتوزيس، ماشي؟ يبقى اكتف ولا ان اكتف على جوه؟ ايه؟ ليه قلنا عليها اكتف؟ عشان كلويد بتاكل، ماشي؟ العملية اللي الخلية بتاخد فيها ايه الكلويد اسمها ايه؟ فينوسايتوزيس، فينوسايتوزيس، اسمها ايه؟ وضحت يا شباب؟ الصورة دي ما تدخلش مع ايه؟ الـ أي استراكشر تاني، لأن الصورة ايه؟ نادرة وكويسة ومهمة وشكلها كده ايه؟ يعني شكلها كده عطوفي كده وجميلة، صح؟ شكلها كده عاطفي. يلا الصورة دي يا اخوان يلا. هو مش حلو. صورة عصي بص ما يعني مفيهاش كلويد. وهتيجي انت تروح داخلة معاك في البنكرياس وما تاخد الايركس اوف لانجر هانس اوب شبهها زيها. دايما بنحب ان ايه الحاجات السهلة البسيطة هي اللي احنا ايه نمرها لك. دي صورة عشان توريك ايه السي سيل اهي. دي في الفوليكل ودي في الفوليكل ودي سميناها بارا فوليكولار سيلز. لان هي موجوده بالوسط. الصوره دي مش هنجيبها في الاختبار. يلا يا شباب اللي هيقول الصوره دي تطلع ايه؟ ابقى وادي يعني ما حصلش. ايوه ناصر اتفضل. ايه؟ برنسبل. برنسبل اوف ديزيز البي او دي ولا ماسك السكرين انت محدد بس نعرف ان البيكرايا برنسبل ايه؟ شيف سيل. ماشي. الور ميديكال اديوكيشن بعد سيروت جيلان. ها رضا سي سيل. سي سيل ايوه فول فولك اللي تحمل صح؟ ماشي ياسر هذه الانفكشن للفيسكال الفولك فيتشرز للفوليكل. والله العظيم يا شيخ الله يفتح عليك. طيب حد تاني يقول لنا يا شباب من فين الواد ده بيجيب الكلام ده؟ مش عارف. ها مين عنده شيء تاني؟ ايه؟ عارف الستيج هو سيقول كلام
يا سي انا وقت الهدف بتحس ان شاء الله كواليتي ها ايه تاني لما تقول هتصلح وانت مش هتخسر حاجه بالعكس لو جات لك في الاختبار لو جات لك في الاختبار بص الجمله الناحيه الثانيه لو جات في الاختبار يعني ان شاء الله باذن الله ممكن تيجي وممكن ما تجيش ماشي تبقى فاكرها يعني ها اللون الغامق كلوي مظبوطه باللون الفاتح كوليكي ها سيرويد سيرويد سي سيل طيب بص انا هقول لك انا عشان انا عارف ماشي دي ثايرويد فوليكل عرفت كيف ان هي ايه ثايرويد فوليكل للاسباب الاتيه اول سبب اول شيء الاول باد وسيبت صوره ابيض واسود يبقى اعرف ان الصوره دي طالبه منك ان انت تعرف ايه هي الاشياء اللي داخل الخليه ماشي ودي بنسميها صوره اي ام بيكشر ماشي يبقى دي ايه شفت الصوره ابيض واسود ركز في الاشياء اللي داخل الخليه خلاص يا شباب طيب واحنا بالمناسبه دي تاني صوره نشوفها قبل كده شفنا الصوره حاجه ايه الاسترويد سيكريتنج سيلز ودي مهمه تمام يعني هشوف صوره ابيض واسود في الامتحان هشوفها تمام ممكن تشوفها اسود بس طيب يبقى دي ايه دي ثايرويد فوليكل تمام انا ماشي على البيسمنت ميمبرين اهو ده بيسمنت ميمبرين شايفين في خط اسود اهو انا واقف عليه بالماوس شايفينه الخط الاسود دوت اللي هو البيسمنت ميمبرين تمام ودي كور الدم اهي كور الدم اللي جنبها ايه كابيلاري خلاص طيب ندخل دخلنا داخل الفوليكل داخل الفوليكل احصل ايه قال لك في تو تايبس من السيلز ايه هما بص في خليه ايه تمام انا ماشي على السيل ميمبرين حكيتها واضح اهو اللي فيكم شايف الماوس بص انا ماشي على السيل ميمبرين حكيت ايه حكيت الخليه اللي هي سيمبل كيوبيكال ابسيديوم الناحيه الثانيه فيها عادي السيمبل ايه عادي السيل ميمبرين اهو حكيتها بص فوق في السيرفيس هتلاقي عليها مايكروفيلاي اهي ماشي دي مايكروفيلاي اللي هي البروز اللي طالع من الخليه يبقى ده سيمبل كيوبيكال ابسيديوم فيها ايه نيوكلس اهي موجوده بالسنتر وراوندد ايه سيل ماشي يبقى حصلت سيمبل كيوبيكال ابسيليوم عليها ايه عليها مايكرو فيلاي ماشي طيب داخل الخليه دي ايه قال لك في خليه ثانيه بكور اهي باين فيها ميتوكوندريا خلينا دي فيها ايه بص الاشياء الثلاث كور اللي جنب بعض دول قال لك ده في جولجي وفي لايزوزوم تمام وفي ايه فاكيولز حته من الكولويد ايه تاكلت والاسود دوت ايه كولويد ماشي اللي فيكم هينسى كل الكلام دوت وافتكر الاسود بس كولويد ماشي كولويد ماشي يا اخوان طيب قلنا دي سيمبل كيوبيكال ابسيليوم ايه الاستراكشر دوت ده اللي احنا بنسميها بارا فيليكولار سي سيل بارا فيليكولار سي سيل النقط ايه الكتيره اللي فيها دي سكريتوري جرانيولز ماشي سكريتوري ايه جرانيولز يبقى دي بارا فيليكولار سي سيلز ودي سكرتوري ايه جرانيوز يبقى الصوره دي في الامتحان ما تجيك كده ساعه وعزيز كده مشكور يعني والله ربنا يوفقك ماشي دي قال لك ايه؟ قال لك دي عايز يقول لك الاي ام فيتشرز حاجه الاشياء اللي هي بتبقى موجوده داخل السيمبل كيوبيكال ابيسيليوم اللي هم ايه؟ عليها مايكروفيلاي تمام فيها جولجي اباريتس سوبرا نيوكلر ولا تحت نيوكلس؟ حتى تبص اهو فوق النيوكلس اهو ناحيه اليومن ماشي جورجي ابريتس تمام وفيها ايه لايزوزوم وفيها فاكيولز وفيها ايه ميتوكوندريا ماشي يا شباب يبقى الصوره دي عايزك ايه تقول لي الاشياء اللي هي الاي ام فيتشر اللي داخل السيمبل كيوبيكال ابيسيليوم واضح يا شباب واضح في حد فيكم ما عرفش الصوره دي لحد دلوقتي فواز الثاني واضح يا فواز اسهلك طب تعالى قول لنا السيمبل كيوبيكال ابسيليوم يا حبيبي فواز دوت ايه من الناس اللي احنا بنقول عليها في مصر اللي هي الشباب
اللي هي يعني شاهد يعني راجل كويس ما شاء الله عليه طيب العافيه يعني ربنا يوفقه بس هو لو انتم هو مش مهتم بس هو لو انتم ايه بلس على ها ايه انت قول اي حاجه مش هنسالك انت اسال نفسك سؤال وجاوب ايه اللي نفسك فيه قول دي تطلع ايه هاي دي فايز ستراكشر تطلع ايه هيجيك سؤال في الاختبار يجيك سؤال في الاختبار يقول لك ايدنتيفاي ذا ستراكشر اقول له دي ثايرويد فوليكل ثايرويد فوليكل تمام واللي فيكم يكتب كده اي ام ثايرويد فوليكل يعني صوره بالالكترون ميكروسكوب اي يعني الكترون ام يعني ميكروسكوب ثايرويد فوليكل ماشي يعني اي ام بيكتشر اوف ثايرويد فوليكل صوره الثايرويد فوليكل بالاي ام ماشي طيب واضح فيها ايه فيها سيمبل كيوبيكال ابسيليوم يعني هتلاقي فيها اسئله ايه جميله اقفل 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 تلاقي فيها اسئله كتيره يعني ماشي حط لك اكس او واي دي سيمبل كيوبيكال سيلز يا فواز ايه ودي بعرف اقول لكم الاي سيل او سي سيل ماشي واضح يا شباب السيمبل كيوبيكال ابسيليوم فيها سنترال اي راوند ان دي نيوكليس اهي وفيها ميتوكوندريا وفي هنا جورج اباريتس وفي لايزوزوم ماشي وعلى السيرفس حقتها في مايكروفلاي واضح انتوا كلكم نمتوا ولا ايه كل الناس بتتاوب ادفع التثاؤب التثاؤب من الشيطان تمام اعطس العطسه دي بيقول لك ايه انت متعطس وكل شيء كويس انا ما اعرفش الحديث او الكلام يعني كنت قلت لك بس إيه انت لو جات لك عطسه اعطس لكن لو جيت انت تتثاءب ادفع التثاؤب لان التثاؤب من الشيطان عايز ينيمك عايز يطلعك من المجلس تمام فتحاول انت ايه تدفعه قدر ما تستطيع ماشي بس انا كاتب في الفيسبوك حاجتين في جوه الصفحة عندي على الفيسبوك السيروت جلاند بتطلع سيروكسين والسيروكسين ايه بتطلع مش عارف هرمون ده بيساعدك على الذكاء والنشاط وقت ما يكون عندك اختبار يعني انت داخل دلوقتي هتختبر بعد شهر تمام الكلويد داخل الكلويد اللي هو داخل السيرويد دول يكفي ايه 3 شهور فقبل الاختبار كده ايه بشهر كل لحوم واشياء فيها بروتينات وكل اسماك ماشي علشان السمك هيديك ايه ايودين والايودين ده يدخل في تركيب السيروكسين صحيح ماشي تاكل ايه اسماك او تاكل ايه برضو بروتينات اللحوم عشان فيها ايه بروتين والبروتين ده بيعطيك امينو اسيد بيدخل في تكوين السيروكسين ماشي السيروكسين ده بنسميه نشاط الهرمون والحيويه لو ايه جسمك مش موجود فيه السيروكسين وموجود فيه كل العناصر الغذائيه هيسيبك الخمول يبقى عندك ايه ليسيرجي تمام يعني ايه خملان كده ونايم وكسلان ومش عايز ايه تتحرك تمام ده بنسميه هرمون الخمول اللي فيك عايز يبقى نشط كده واكتف زي انا كده ياخد ايه الليتروكسين انا ما باخدش الليتروكسين ماشي ايه تاخد الليتروكسين موجود حتى ايه اسمه في الصيدليه الليتروكسين في 25 وفي 50 وفي ايه 100 مايكرو ايه جرام ماشي الليتروكسين دوت يخلي يعلي لك النشاط الذهني بتاعك تمام ويخلي ايه جسمك ايه اكتف نشط ماشي تمام فانت كل لحوم عشان تعطيك الامينو اسيد تدخل في تكوين السيروكسين اللي هو تي 3 وتي 4 وكل سمك في الايودين استخدم الملح اللي ايه مكتوب ايه مضاف عليه ايه ايودين يخليك ايه نشيط كده وحيوي كلكم لما تروحوا ان شاء الله تقولوا الموضوع ده وتعطوني بقى لايكات وكومنتات ارفع روح المعنويه يا شباب شويه هعد اللايكات بالاسم يلا سيروت كويسه ايه خلاها مش يلا شباب ايدنتيفاي ستراكشر ايدنتيفاي ستراكشر مين عايز يشارك مين عايز يقول يا اخوان هوب مين نفسه يقول اي شيء يطلع غلط مش مشكله ها ايه اه شوف انت لما قفلت الكتاب وبقيت تجاوب صح وبطلت تقول بلرين والكلام العجيب ها دي عباره ثايرويد طب فين يا وائل عباره ثايرويد تعالى شاور عليها خلي بالك في سؤال اللي جاي لواحد قاعد نايم هو عارف نفسه واحد نايم وقاعد كسلان ومن الاول الايه
السكشن ما شاركش فيسيل السؤال القادم ده. هو عارف نفسه يعني مش هشاور عليه دلوقتي. فين الباراسيرويد؟ الحته دي بس. ايه؟ هذه يعني دي ودي باراسيرويد. ليه عرفت ان هو باراسيرويد؟ كيف اكتشفت ان هي مكتوب عليها بي تي؟ مكتوب عليها بي تي تبقى باراسيرويد. طب انا في الاختبار اروح اشيل لك البي تي دي هتلاقيها من غير بي تي. طيب ايه دي يا وائل؟ ايه دي؟ ايه ده؟ هذا ثايرويد. ايه؟ هي دي. What is this? ثايرويد جلاند ولا ثايرويد جلاند؟ موافقين وائل يا شباب ولا لا؟ موافقين وائل ولا لا يا شباب؟ موافق انت مع وائل؟ اللي تحت دي ثايرويد جلاند اللي تحت واللي فوق برا ثايرويد ولا العكس؟ طب تعالوا قول لنا الصحيح. ايوه خلي الهيستولوجي انا عايز اشيل عليه عيب ايه السولج؟ عايزك تذاكر السولج، عايزك تنجح فيه وتاخد ايه بلس من غير ما تذاكر. ايوه يلا قول له ايه؟ قول له اللي انت كنت. طيب فين السيرويد؟ فين الباراسيرويد؟ هذا اتوقع انه سمبل. دي تتوقع ايه؟ سمبل عباره عن الثايرويد. دي سمبل ولا كومبلكس؟ ممتاز برافو عليك. ممتاز بكلم كلام زي الفل. كومبلكس اوف وات؟ طيب اللي تحت دي ثايرويد ماشي. ليه ثايرويد؟ صحيح ثايرويد. ليه ثايرويد؟ ليه ثايرويد؟ ايوه ايه سكه بسول يا راجل. ليه ثايرويد؟ سمبل كيوبيك. شاور على السيب الكيوب شايفه بالله عليك شايف يا سيب الكيوبيكال يا شباب انا مش موريكم من شويه السيب الكيوبيكال شفناه في كل الصور اللي فاتت عشان تيجي انت في الاخر هتلوم نفسك انت المقصر مش انا ماشي لان انا وريت لك السيب الكيوبيكال وقلت لك كيف عرفت السيب الكيوبيكال اللي هو كتيره خلايا كتيره زي بعض يبقى ده السيب الكيوبيكال اكسيليوم فيها السيب الكيوبيكال اكسيليوم ده واضح؟ لا. طيب دي ثايرويد. ليه ثايرويد؟ فولك. ها؟ فولك. فيها فولك ايه اللون؟ ليه ثايرويد يا شباب؟ فيها كلوي. كلوي. ليه ثايرويد؟ فيها كلوي. فيها كلوي. ليه ثايرويد؟ لأن فيها فولك تمام؟ وفيها كلوي. فين الكلوي؟ الأحمر. الأحمر. ماشي؟ فين الحتت الحمراء ايه؟ دول. ماشي؟ مش أنا قلت لك لما تشوف صورة فيها حتة حمراء تبقى ثايرويد؟ ها؟ للثايرويد الجلاند الوحيده اللي في البادي اللي بتسوي ستور للسكريشن حقتها تمام يبقى دي اي حته حمراء يبقى كلويد مش اي حته حمراء حته حمراء يعني تبقى كلويد يعني في حته حمراء مش كلويد ماشي احنا بنتكلم على الثايرويد يبقى ليه دي ثايرويد هذا بقى فوليك ايه فين الفوليك الشعر على الفوليك ايه تبع كلويد ده كلويد ولا فوليك ما تحرناش معايا كلها اي دايره حمراء تبقى ايه؟ ما هو اي دايره حمراء مش اي دايره حمراء. احنا يا ولد بص والله العظيم دايما دايما يا شباب بص انا هقول لك على شيء كلنا بنعمله بيبقى فيهم انا ماشي؟ سيب تماما بص اي حاجه تافهه ملهاش لازمه مش هتفيدك باي شيء تمام؟ تلاقينا مركزين فيها انا بتكلم على نفسي كلنا كده ماشي تلاقينا مركزين فيها ونعرفها ايه هوا ماشي تمام يعني ايه مثلا اديتك مثلا ايه جواد العالي غير محمد عبده ماشي تمام اي اغنيه جديده البوم جديد ينزل محفوظ الاسم ومحفوظ مش عارف ايه ونعرفه ونركز معاه ونسمعه تسمع كلمه بس وانت ماشي كده واحد مشغله في السياره اه ده محمد عبده الجديد ماشي وكله لا ليه لان في سبب رئيسي سبب حيوي
بيخليك انت مش مركز في القعدة وانت جالس. ايه هو ايه هو السبب دوت؟ ابليس اللعين عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. قال لك ايه؟ لو اعتدنا لهم صراطك المستقيم. اي شيء هينفعك الكلام ده هينفعك، هيفيدك تمام، هيفيدك، هيفيدك الدنيا واخره، هيفيدك تقسم من وراه فلوس وتنجح تاخد ايه بلس. هو مش عايزك تنجح، مش عايزك تاخد ايه بلس، مش عايزك تفلح، مش عايزك تبقى معاك فلوس كتيره، مش عايزك يبقى لك قيمه في المجتمع. فيجي لك ايه؟ نام يا عم، الدكتور ده هيصدعنا والكلام دوت، كبر دماغك. فانت ابدا الجلسه استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ركز مع الدكتور. الدكتور مش هيعضك، مش هضربك، ماشي، مش هغزك كده بسكينه او هغصك، لا. انا برحب بيك لو انت سالتني سؤال. انت مش يا وائل تمام ماشي، تعالى كده بس عشان انت سمنان وسد البتاع ماشي. قلنا دي ثايرويد، ليه فيها ثايرويد؟ لان في ثايرويد فوليكل. فين الثايرويد فوليكل؟ الكوره ماشي، كلمه فوليكل يعني كوره، صحيح تمام. اسمك ايه؟ احمد صح؟ عبد الرحمن. كوره يعني فوليكل. بص كوره هي فوليكل اهي ماشي، فوليكل، فوليكل يعني كوره تمام. فيها كور اقول لك عليها، دي فيها فوليكلز تمام، وفيها حتت حمراء، يبقى دي ثايرويد. كل دي، دي ايه ثايرويد؟ كور اهي، كور وفيها حتت حمراء تمام، وفي فاصل. الفاصل دوت سميناه ايه يا شباب؟ سبتة. سميناه ايه؟ سبتة تمام، لان الثايرويد جلاند عباره عن لوبس. ادي لوب اهو الحال، اصبر علينا يا عبد الرحمن. دي بص ده لوب لحاله اهو ماشي، وده لوب لحاله اهو ماشي، وده ايه الحته ده سبته، يبقى ده لوب من اول هنا لهنا، ده لوب خلاص. وكذلك ايه تطبيق كله على كله ماشي. طيب شفت انت فاصل، دي الثايرويد، دي من اول هنا لحد هنا دي الثايرويد جلان. طيب ايه الفاصل دوت؟ الاشياء دي عباره ثايرويد جلان. طيب اصحى بالله، اصحى كده وافتكر معايا، استنى افتكر، افتكر السوبرا رينال ايه؟ كبسول صحيح. كلنا كده نستحضر السوبرا رينال كبسول، شفنا الستراكشر كده من فوق، كبير كده ولونه اخضر ماشي، وتخين كده ولونه اخضر، وخطوط كده. فاكرين ولا مش فاكرين؟ لا فاكرين. يعني الواحد اللي بيعمله من هنا منه لله حسب الله ونعم الوكيل فيك يا ابليس. الواحد الشويه اللي بيعمله من هنا وروح مضيعهم لك، يا عم كبرت دماغك حضرتك بتنصب. ها؟ ده افتكر السوبرا رينال ايه كبسول، هتلاقيه كبير سك كده كبير، روح في البيت شوفه، لونه اخضر وخطوط كده. ده موجود المنظر؟ لا مش موجود. ده فاصل، والفاصل ده فيه ايه؟ ستراكشر كده زي البلاد فيزز كده كبير. الستراكشر دوت عشان ما اعملش زي عبد العزيز اشاور ايه بالماوس، وانت بتشاور بالماوس تخلي ايه تحت زمايلك ايه فرصه ان هم يشوفوا ماشي، لان ايدك بتبقى على الصوره. يبقى ده ايه؟ ده السن كبسول حاجه البرا ايه ثايرويد. طيب اللي فيكوا جدع وراجل كده فاهم تمام، ويعني هيبقى اشطر واحد يعني، يعني مش عارف يعني الواحد يسميه ايه تمام، واد ما حصلش يعني فارس العرب ماشي، زي عنتره ابن كده ابن شداد، يقول لي لسبب واحد فقط، ليه دي باراثايرويد وليه دي ثايرويد؟ نختار واحد تاني سبب زيدان، وفي عبد العزيز، وفي عبد الملك يعني معانا، ومش عارف انت عملت كده مين تاني؟ ها معانا مين تاني؟ مين تاني اللي هيتكلم ويقول غلط؟ مش هنكتب يعني. ها مين تاني؟ نايف معانا يعني، ولا شفت انت كده عشان في كبسول؟ ايه كبسول؟ فماشي سبب ايه معقول؟ ماشي كويس. ها الثايرويد كنا اسيبه في البيت، اسيبه في البيت الوقت اللي جاوب صح من ساعة من أول سيشن. يا ابني أنت بتدرس برا، بتدرس من ورايا، خدت البلوك ده قبل كده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ومش فاتح بيتك، كنا قلنا فاتح بيتك. قال لك إيه؟ بص قال لك إيه؟ قول تاني كده. الثايرويد أسيبه في البيت والبرا ثايرويد بيزنس. ايوه مش احنا قلنا البارا ثايرويد؟ تعال نرجع للبارا ثايرويد جلاند. قلنا البارا ثايرويد جلاند فيها ايه؟ خليتين، خليه بنسميها برنسبل او تشيف سيل، وقلنا البرنسبل سيل دي بيزوفيلك ولا اسيدوفيلك؟ بيزوفيلك يعني هيبان لونها ازرق، وقلنا عليها برنسبل يعني كتيره، نيومرس كتيره، يعني ايه بديهي كده هشوف البارا ثايرويد اغلبها لونها ازرق صحيح تمام، لغه العقل كده اشوف البارا ثايرويد كلها لونها ازرق ماشي. طيب قلنا ايه الثايرويد جلاند مليانه ايه؟ كلويد
والكلويد دوت ايه؟ اسيدو فيليك لونه احمر، تمام؟ هو العقل بيقول لنا كده، دي مليانه لون احمر يبقى دي ايه؟ اسيدو فيليك، ماشي؟ ودي في ايه؟ لون ازرق، تمام؟ يبقى دي ايه؟ الباراثيرويد جلاند، خلاص؟ تمام؟ يبقى دي بره. اتفضل يا عبد الرحمن، اتفضل يا اخي وائل الهليلي، شوف سديت عليه، ماشي؟ يبقى دي ايه؟ الباراثيرويد، تمام؟ ودي الثيرويد. شوف الباراثيرويد ايه؟ لوبس برضو ايه؟ لان في سبته، في سبته، الفراغات البيضه دي سبته ترابيكولي او سبته، بتقسم الجلاند الى ايه؟ الى لوبس، خلاص يا شباب؟ طيب قلنا ليه لونها ازرق؟ قول تاني ليه لونها ازرق يا اخوان؟ ليه الباراثيرويد لونها ازرق؟ ايه؟ لان فيها سموز بالاندوبلازم كريتيكولوم. الشباك ده مفتوح؟ مش مفتوح؟ مش مفتوح عشان انط منه واريحكم. ها؟ ليه 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 لونها ازرق؟ لان فيها ايه؟ لان فيها رفض اندوبلازم كريتيكولوم، هو اللي يعطيها اللون ايه؟ الازرق، عشان كده ايه قلنا عليها ايه؟ بيزوفيليك. ماشي يا شباب؟ طيب والخليه اللي ايه لونها ازرق دي تطلع الاوكسيفيل ولا تطلع الايه البرنسبال سيل؟ ليه تطلع البرنسبال؟ ايه؟ انا هعمل بي، خلاص؟ يبقى انت قلت لنا بي يبقى بي، ما ترجعش في كلامك، تمام؟ اكتب له بي وبي. وفي منكم بعض الاخوه الافاضل يعني، تمام؟ اللي هم كانوا في سنه ثالثه وراحوا رابعه، لما كان الواحد يجي يصحح لهم الاسبي او يديله مش يحتاجك يعني ايزوفيليك، لان ايه دي باراثيرويد جلاند فيها ايه رف اندوبلازم كريتيكولم، رف اندوبلازم كريتيكولم مش سموز اندوبلازم كريتيكولم. لو فيها سموز اندوبلازم كريتيكولم يبقى فيها اسيدوفيليك ولا ايزوفيليك؟ لو فيها سموز اندوبلازم كريتيكولم تبقى اسيدوفيليك ولا ايزوفيليك؟ اسيدوفيليك. اسيدوفيليك اوعى تجيب سؤال في الامتحان. خلاص يا شباب، حد عنده استفسار؟ توقع روح البيت اللي فوق باراثيرويد بيزوفيليك، ما شاء الله. ايوه، واللي تحت اسيدوفيليك. ليه اسيدوفيليك ده صالح؟ لا عشان فيها كلويد، دي عشان فيها كلويد. الثيرويد يا شباب ما فيهاش سموث اندوبلازم كريتيكولوم، خلاص؟ اوعى تجيب كلمه في سموث اندوبلازم كريتيكولوم في الثيرويد ولا الباراثيرويد، هقتلك والله. هو سموث اندوبلازم كريتيكولوم موجود في الاوكسيفيل بس، خلاص يا اخوان؟ ماشي. اللي فيك وهيجيب سيره سموث اندوبلازم كريتيكولوم في الثيرويد كلام، اعمل له كده صفر او زيرو، صفر تاني، وافضل اكتب له صفر واكتب له خمس اصفار في البتاع، واروح ايه قدام الخانه اللي مكتوب فيها الدرجات دي قدام اللي فيها تجميع اللي كتب له صفر، صفر كده كبير في العربي. والدكتور اللي قاعد جنبي يقول لي مالك انت بتكتب ليه اصفار كتير كده ليه؟ اقول له حرق دمي، بص الواد ده يعني، واقول له على اسمه. خلاص؟ يبقى الثيرويد جلاند، انا بقول لك كده عشان انت في الامتحان، انت في الاختبار تفتكر الكلام اللي انا بقوله. احنا كنا طلبه، في الدكتور ايه تهزر مع طارق الساري والساير وقعد يقول له مش عارف ايه في الاختبار، انت بتفتكر كده. احنا بنفتكر بالحركات والاشياء اللي احنا بنعملها، بتيجي في الاختبار تنسى كل شيء وتفتكر اه ده الدكتور قال لك ما فيهاش سموث اندوبلازم فيلك، لان في سموث اندوبلازم كريتيكولم او ميتوكوندريا او الاثنين مع بعض. السموث اندوبلازم كريتيكولم والميتوكوندريا ايهما او الاثنين مع بعض يعطينا اسيدوفيليك، ماشي يا شباب؟ انت بص ما تجيش بالسولج تاني، تاكل عليه كده. احنا ايه تقريبا خلصنا فواز، بس ياخد لنا الايه الغياب وشكرا ليكم.